السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة، وصفة محبوبة لدى كم الناس يحبوها الكبار والصغار، اللي هي التاكوس. واليوم في هذه الوصفة راح نعطيكم خبز التاكوس وأيضا الحشوة، يعني كيفاش نتحصلوا على التاكوس. راح نعطيكم أسرار نجاح كاملة إن شاء الله. ودائما كالعادة في بداية الفيديو نذكر 10 مشتركين في هذا الفيديو تاع نهار اليوم. اخترت قناة علم ربة بيت أم براء، وعندي ايضا نريمان ام محمد وانس، عندنا يوميات ام يحيى في البيت، عندنا ام ولي العهد ام ساجده، عندنا امينه علي، عندنا بيبا بانز، ام عماد من وهران، عندنا بكار ناديه، مالكي نريمان، وام بلال من وهران. هذو هما المشتركين تاع نهار اليوم، اللي نوجه لهم تحيه كبيره. نقول لهم نشكركم بزاف على الدعم تاعكم في القناه نتاعي، والتعليقات ايضا اللي توصلني كل يوم نشكركم بزاف. وايضا نقول باقي المشتركين يخليوا لي الاسامي تاعهم في التعليقات، وراح نذكرهم في الفيديوهات المقبله. دوكا نرجعوا للفيديو تاع نهار اليوم اللي هو التاكوس. خلينا نمر طريقة التحضير، ما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذا الوصفه. اول حاجه راح نخدمها معكم هي خبز التاكوس، يعني العجينه. واش نحتاج فيها؟ نحتاج 3 كيسان انتا فارينه، او ما يعادل 450 غرام. 3 كيسان انتا فارينه يكونوا مملوئين، او ما يعادل 450 غرام. عندي ايضا هنا 3 ملاعق انتا زيت، ملعقه درتها زيت زيتون، وزوج ملاعق درتهم زيت عادي. عندي ملعقة تاع أكل سكر عادي، عندنا ملعقة تاع أكل خميرة، عندي أيضا لهنا ربع ملعقة تاع أكل ملح، وعندي لهنا كاس ما دافي، وأيضا الكاس الثاني إلا ربع، يعني زوج كيسان إلا ربع ما دافي. دوكا راح نمر معكم مرحلة تحضير العجينة تاع التاكوس. بالنسبة لمرحلة تحضير العجين، ندير 3 كيسان نتاع فارينة، أو ما يعادل 450 غرام فارينة. عندي أيضا زوج ملاعق نتاع أكل زيت نباتي، وملعقة نتاع أكل زيت الزيتون. نبسس العجين تاعي أو الفارينة تاعي نبسسها، ونضيف لهنا ملعقة نتاع أكل سكر، ملعقة نتاع أكل خميرة، وربع ملعقة نتاع أكل ملح. وفي الاخير يبقى لي الماء. انا في البدايه قلت لكم في المقادير عندي كاس زوج كيسان غير ربع نتاع ما يكون دافي، ولكن انا في الحقيقه راهو دالي غير كاس وربع، لانه الفرينه تاعي يعني ما تشربش الماء، تشرب الماء بزاف يعني كل عجينه وكيفه. ولهنا راح ندلكها كما كنت تشوفوا، بقى لي ربع نتاع الماء. لهنا راح نحاول ندلكها شويه، ومن بعد راح نحطها تخمر كما كنت تشوفوا. ندلكها حوالي 5 دقائق. شوفوا العجين تاعي كيفاش تحصلت عليه، يعني راه ولا ليس. دوكا راح نحاول نغطيه ونخليه يرتاح الوقت اللي نخدم الحشوه، ومن بعد راح نعد لكم كيفاش نشكل تاكوس تاعنا. كما راكم تلاحظوا، وايضا لهنا واش راح نزيد نضيف؟ راح نبدا نضيف التوابل. اول حاجه نضيف الملح، الملح حسب الحاجه. نضيف ايضا الفلفل الاسود، الكمون، عندي ايضا الكركم، الزنجبيل، يعني هذو هما اللي نقدروا نديروهم في الدجاج باش يعطيه ذوق يكون بنين. هذه هي. ومن بعد في الاخير راح نضيف الحليب، ونضيف ايضا الفرماج. لهنا حاجه نسيتها، ضفت المطارد ايضا تعطيكم واحد النكهه خاصه. حاولوا تضيفوا المطارد، واذا مش موجوده في البيت مش مشكل. كما قلت لكم في الاخير نضيف ايضا الحليب كما خدمت الحشوه نتاع لي سوفلي وفرماج، هذا كامل في الاخير، ومن بعد نطيبها عادي. لهنا كما كنتم تشوفوا الدجاج تاعي راهو طاب. راح ندير 3 حبات فرماج، ايضا الفرماج راح يعطيه ذوق. ونزيد نضيف حوالي فنجان تاع حليب. دائما نقول لكم لهنا الحليب اذا ما تحبوش ديروا فنجان تاع حليب، تقدروا تعوضوه بالكريم فراش، يعني اللي عنده لاكريم فراش يدير لاكريم فراش احسن، اللي ما عندوش يدير الحليب. ونطيبه مليح حتى نشوف هذاك الدجاج شرب هذاك الحليب والفرماج تاعي ذاب، من بعد نطفي عليها النار يعني يكون خلاص. دوكا راح نروح معكم
العجين تاعنا باش نشكل معكم تاكوس. بعد ما خمر العجين تاعي كما راكم تشوفوا ضعف الحجم تاعو لهنا، انا راح نديغازيه، نهبط الخمول هذا كامل بهذا الشكل. ومن بعد واش ندير؟ نحكم في البلان دو ترافاي تاعي، ندير الفرينه ونشكل العجين تاعي حربوش باش نقدر نقسمه الى كميات متساويه بهذا الشكل. ومن بعد نحاول نشكل كوريات ايضا متساويه في الحجم. لهنا بعد ما كملتهم تحصلت على 6 9 كوريات عفوا، غلفتهم بالكيس هذاك ونبدا نفرش البلان دو ترافاي تاعي بالفرينه ونفتحهم. سمك ما يكون رقيق ما يكون خشين، مهم تحاولوا ما تخشنهمش بزاف. لهنا كما راكم تشوفوا هذا هو السمك، ونحطهم. انا راح نطيبهم على الكرابي، ممكن نطيبهم في طاجين تاع المسمن. لهنا كما راكم تشوفوا النار تكون متوسطه، نطيبهم على الوجهين بهذا الشكل. ومن بعد بنفس الطريقه نكمل مع كامل الكميه تاعي، وراح نعت لكم كيفاش راح نفارسيهم للداخل. هذه هي لهنا، نجيو دوكا كيفاش راح نفارسيهم. لهنا عندي هذاك الخليط، عندي الشيدار، عندي فرماج بورسيون، عندي الهريسه اللي ضفت لها شويه زيت زيتون وشويه ماء، عندي مايونيز زدت لها طماطم مصبره وشويه هريسه صوص ميزون او صوص الجيريان، عندي ايضا هنا كما راكم تشوفوا البطاطا اللي قليتها، عندي ايضا الزيت، وعندي الخبز تاعي كما راكم تشوفوا راني طيبته جا ما شاء الله. نبدا لهنا ندير هذيك صوص الجيريان هي الاولى، ونحط الخليط تاعي تاع اللي خدمته معاكم تاع الدجاج، نزيد ايضا البطاطا، ونزيد فرماج شيدار، ايضا شويه هريسه الناس اللي تحب الهريسه. ولهنا في كل وحده ندير حبه نتاع فرماج، يجي بزاف بزاف بنين بالفرماج ايضا. ونبدا نغلقهم، يعني غلق جد بسيط كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، تحصلت على تاكوس الاول. ونزيد بنفس الطريقه مع الحبه الثانيه، نديروا الصوص هذيك الجيريان، اللي ما يحبش يدير صوص الجيريان يدير مايونيز عادي، يعني كل حاجه ما تحبوهاش تقدروا تتفاداوها. ايضا نزيد الخليط هذاك نتاع الدجاج اللي خدمته معكم الحشوه هذيك، والبطاطا والفرماج والشيدار الهريسه بنفس الطريقه، ونغلقهم عادي. ومن بعد راح نعد لكم كيفاش راح نطيبهم في لابانينوز. لهنا كما راكم تشوفوا الطاكوس تاعي راني خدمتهم كامل. لهنا عندي الزيت، انا راح ندهن الطاكوس تاعي، نجيب السعلة بانينوس تاعي نحطها في التريسيتي او عفوا نشعلها. اذا لهنا واش ندير؟ نجيب الطاكوس تاعي كما هاك، بانينوس تاعي راني شعلتها كما قلت لكم، انا ماهيش تاعي راهي تاع زميل برك، ندير لها الزيت بهذا الشكل، ونزيد الجهة الاخرى ونحطها في لابانينوز بهذا الشكل. نفتح لهنا، بسم الله، ونحطه في النص احسن. ونضغطه بهذا الشكل، نخليها، ومن بعد ان شاء الله نعت لكم كيفاش تحصلت على التاكوس. لهنا الطاكوس تاعي راه واجد، بسم الله، ونحطو هنايا ونكمل مع كامل الطاكوس بنفس الطريقة. إذا نشوفو لي طاكوس تاعنا كيفاش راهم، ما شاء الله. دوك راح نحاول نقسمهم، سمعوا القرمشة، راح نعجم لكم الداخل كيفاش جاو. شوفوا ما شاء الله، شوفوا العجين ماهوش يعني خشين، هذه راهي بطاطا. شوفوا كيفاش، هذا بالنسبه للتاكوس. يعني عجينه ما شاء الله. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، نرافقوها بصوص الجيريان كيما هذه، وان شاء الله راح تنال رضاكم. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جامو وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. وبقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر، سلام.